الحلفاوي وهديله الفرصه ينتقم منك. استاذ نبيل اهلا بحضرتك، منورنا على التليفون. اهلا اهلا بيك يا منى وفتح منور معاك يا هو. يعني تركيبة الحقيقة كانت صعبة جدا اللي حضرتك عملتها انت والاستاذ فتحي في هذا الدور، وكان في بينكم مشاهد كتير مركبة، وكان في بينكم حتى على مستوى الحوار ما يشبه لعبة الشطرنج، يعني كانت حاجة ممتعة. هل كانت ممتعة بالنسبة لكم وانتوا بتأدوها زي ما احنا استمتعنا بيها؟ جدا. يعني اولا انا طبعا على الورق المشاهد دي كانت بالنسبة لي يعني امتع المشاهد اللي قريتها، وكون ان فتح كمان بيعمل الدور دي متعه اضافيه. لان انا يعني من جمهور فتح عبد الوهاب. استاذ ربنا يخليك، كتر خيرك. لا انا قلت لك انا قابلته مره صدفه قبل ما نشتغل سوا، قلت له هذا الكلام. انا طبعا كنت يعني متابع فتحي وعارف انه من الممثلين الجيدين، لكن شفته مرة في بيعمل ضيف شرف في نهاية مسلسل ريا وسكينة. بصراحة انبهرت لأنه أدركت أنه الدم لا مش ممثل جيد بس، ده ممثل غير عادي ومهم جدا، لأنه عمل الحاجة اللي بتفرق بين ممثل غير عادي وممثل جيد، اللي هي انك انت تفاجئي بردود فعل وتفاجئي بطريقه ادائه. يعني ما عملش التقليدي. انا يعني من اللحظه دي حسيت ان انا قدام فنان من القلائل يعني. ولما قابلته مره صدفه قلت له الكلام ده، قلت له انا من جمهورك، فكنت سعيد جدا ان تيجي الفرصه. يعني الحقيقه حاله السعاده دي كانت باينه حتى في ما يشبه كده نوع من الكرات المتبادله في المشاهد اللي فيها حوارات، وكان بعضها حوارات قاسيه جدا، زي المشهد اللي انت كنت بتتكلم فيه على فكره المقارنه بين الابن الشرعي والابن غير الشرعي. أيوة. ومشهد سم للعيون ومشاهد كتيرة كانت باين فيها الحالة دي. أول مشهد قابلنا فيه، أول مشهد لما فوجئت بيه وقدرت أفهم ده مين، وإنه ابن اللي من سنين أنا أنكرته أو أهملته، وطلع لي كده زي العمل السيء. المشهد ده كان من المشاهد اللي أنا شوفي انا نادرا ما يعني اتفرج على نفسي او اتفرج على مشاهدي وابقى مستمتع بيها. انا بستمتع بيها على الورق واثناء الشغل، لكن اثناء الفرجه يعني بركز على الجوانب السلبيه بس، وبتفرج سيء جدا على نفسي. ومش انا لوحدي، في ناس يعني كتير كده، انما دي من المرات النادره اللي كنت ببقى سعيد بالمشاهد اللي انا بتفرج عليها في المسلسل عموما وفي مشاهد مع فتحي بالذات. وانا كنت متوقع كده لاني انا بشتغل مع ممثل بيحب شكر وبيبقى يعني دايب فيه ومع وجود الموهبه اساسا. واحنا نتمنى ان هذه الاعمال تتكرر تاني، وان احنا نستمتع تاني باداء حضرتك، ويا ريت طبعا لو في حاجه مشتركه مع الاستاذ فتحي، ونتمنى ان التجربه دي تتكرر تاني ان شاء الله في وقت قريب. يا ريت ان شاء الله باذن الله. انا كمان متطلع ان احنا نعمل علاقه مختلفه في ادوار اخرى يعني. وانا ممتنه جدا لمداخلتك العزيزه يا استاذ نبيل. يمكن حضرتك ما بتظهرش كثيرا في وسائل الاعلام، فانا ممتنه جدا لمداخلتك العزيزه معانا، وبشكر فتحي عبد الوهاب ان اتاح لنا الفرصه دي. شاكر ليكي وشاكر لفتحي، وان شاء الله نستمتع فيه دايما ونستمتع بالدعاء باذن الله. شكرا جزيلا لحضرتك، وشهاده من القبطان يا استاذ فتحي. انا بس في حاجه يمكن الاستاذ نبيل ما ذكرهاش، يعني انه في جزء يعني، ودي حاجه وانا مش شخص مجامل يعني، بس في اوقات
وده كان من الامور الرائعه اللي هو عملها معايا، يعني انه في مشاهد كان بعد ما بنخلص الشط كان على جنب كده يقول لي على فكره انت بره، انت مش في المود، مش انت بره بتمثل من بره. وكانت بتتعاد تاني، ورغم انه 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 المشهد لو اتسجل كده واتعرض كده تمام يعني ماشي، بس هو الحقيقه كان معاون جدا، وكان يعني خد بايدي في مشاهد كتير، وفي مشاهد فعلا انا كنت ببقى يعني كان لازم تتعاد، فده كان بسببه. يعني تجربة العمل مع يحيى الفخراني اللي هو يعني يعتبر دلوقتي هو يعني أبرز أو فاكهة رمضان زي ما بيقولوا في كل سنة، كان بالنسبة لك عاملة إزاي؟ هي تجربة ممتعة جدا. للأسف ما كانش فيه يمكن غير مشهدين بينا في المسلسل. طبعا دكتور يحيى يعني أكيد مش هتكلم عنه يعني، بس أنا شخصيا استمتعت جدا، مش 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 بس بالمشهدين اللي احنا عملناهم، انا استمتعت جدا وانا بتفرج عليه، انا اتعلمت كتير منه من الاستاذ نبيل، انا اتعلمت كتير في المسلسل ده، ويمكن ده اللي خلانا احنا كلنا استمتعنا بيه. لكن من الحقيقه انا هقول سر عن فتحي الوهيب يمكن ما حدش كتير يعرفه، عن علاقتك بالسينما. اذا كانت علاقتك في التمثيل بدات مثلا في الجامعه او ما بعد الجامعه، فلا يعرف الكثيرون ان فتحي عبد الوهاب ابن محافظه القليوبيه، في ناس كتيرة جدا ممتنة لعائلته وبدأت علاقتها بالسينما عبره. جده كان صاحب السينما الوحيدة هناك وهي سينما سعودي. أي مزبوط. يمكن الأصدقاء اللي من بنها كلهم عرفوا السينما عبر سينما سعودي. أنا ما أعرفش الحقيقة إيه اللي تبقى منها، احنا حاولنا نصور المكان دلوقتي بس ما كانش المسألة متاحة. بتروح هناك عند سينما سعودي؟ ما بقاش فيه خلاص. ما بقاش. ما بقتش موجودة. إيه ذكرياتك عنها؟ ذكريات لطيفه يعني، كنا واحنا اطفال كنا اهلنا. انت شفتها وانت صغير؟ هي فضلت موجوده لغايه ما كان لغايه ما بقى عمري مثلا 10 سنين يا لغايه طفولتك برضه. وفاكر كويس، وفاكر الزحام الشديد جدا لما خصوصا لما يبقى في فيلم فيه اكشن وكده، وفاكر وفاكر ان انا مثلا شفت افلام بروسلي فيها، ما شفتهاش في حته تانية خالص، ما شفتهاش تاني. وفاكر يوم الخميس، وفاكر يوم الجمعة، وفاكر الزحام المهول اللي كان بيبقى موجود يوم الخميس، وفاكر سيدات وبنات جايين وجايبين معاهم عائلاتهم وبيتفرجوا على السينما. بنتكلم في الأرياف وبنتكلم من وقت ما هوش يعني قريب جدا. فكان ساعتها تقليد ارتياد السينما في المنطقة دي كان عائلي وطقس عائلي طبعا. هل ده سهل لك بعد كده لما جيت حبيت انك تدخل مهنة التمثيل؟ ده سهل لك المسألة قبول العائلي مثلا، او ان انت سهل الخطوة دي عليك وخلاها قريبة من نفسك وانت يعني مش بتبعد، انت في نفس المجال؟ لا، هو خلاها مخيفة اكتر. طبعا لانه انا شفت السينما بعيون طفل يعني، فكرت كبير.